اقسم بالله شبغني ندير الحبس دابا، وجاو طالبوني الداري هما كيطالبوا فيا وانا ما تسرطاتش ليا. علاش؟ لحقاش كان يقشني، شفت الموج بين عيني وحق قربت شفت الموج بين عيني. علاش؟ لحقاش المغرب البوليس كيقولوا لي عطينا رايبورت دابا نمشيو نبيتو. يلا كانت جايه لهم فورتونا شي ساعه. يرحمك الوالدين. ها هما غيبيتو. السلام عليكم الخوت، تعرضت لمحاولة قتل الخوت في امريكا، والمشكلة ماشي من عند مريكان، من عند مغربي الخوت وولد بلادي. كنا مقصرين ماتش ديال الكرة غير مغاربة بيناتنا، قاسني خونا في رجلي طلبت كوفرة، جا خونا قال لي ما قصتكش مالك كتبكى بحال شي درية. وراكم عارفين الخوت فاش كيكون الدم سخون كيقدر يقيسك الواحد وما كتحش. جاو الدراري وعطوني كوفرة وبقينا لاعبين الماتش. كملنا الماتش عادي، خرجت راون بلاصون باش تعرفوا داكشي الخوت مكتاب كان عندنا انا وياه نفس الرقم 12 12، يعني خرجنا في نفس الوقت وخرجوا معانا جوج ديال الدراري. المهم مشيت جلست الخوت وشديت قرعه ديال الماء كنشرب فيها، وكانوا حدايا دوك جوج دراري اللي خرجوا معايا في الراون بلاصون، وهو يجي عندي قال لي مالك كتبكى بحال شي دريه عاوتاني. قلت ليه سالينا داك المشكل قبيله وخديت كوفره، سير اخويا بعد مني ما تهضرش معايا. وهذا الشيء الخوت اللي قالوا راه قالوا بتخسر الهضره، غير انا اللي حيت كنعاود لكم كنعاود لكم بطريقه زوينه. وهو يقرب حدايا قال لي غنعطي لامك بحال هكا يا الخوت. قلت ليه غتقيسني غنصيفطك فين غتربى بحال هكا. وهو الخوت هو يجهل جا من ورايا وشنق عليا ويدير لي ديك الحركه ديال اليو اف سي الخوت بحال هكايا وقجني. يعني الخوت حتى ما بقيتش قادر نتنفس نهائيا، وهو يطلعني الفوق عنده بحال هكايا. تخيلوا انا كنت جالس طلعني الفوق عنده بحال هكايا وقاجني الخوت. اقسم بالله العلي العظيم ما نكذب عليكم، تحسيت بحال شي واحد مدور عليا الخوت قنبه وهازني بحال هكايا. راكم عارفين داك الاحساس الله لي يوصل اي واحد ليا اخو. الشده اخوت اللي شدني كتسمى الرير نيك تشوك ديال اليو اف سي، كتبوها لي في الرابور ديال البوليس داكشي باش عرفت. دوك الدراري مساكن اللي كانوا جالسين حدايا اخوت عيطوا الدراري اللي كانوا لاعبين ماتش باش يجيو يعتقوني. جاو الدراري كاملين كيجريو، وكنا 16 واحد في المجموع اللي حيت كنلعبوا 8 8، كلشي كيحاول الخوت يجرو ويحيد ليه يديه باش يعتقوني. وخونا والو تكنزز عليا وبقى كيتعصر اخوت وكيقول لي غنقتل. المهم راكم عارفين اخوت ما بغاش يقتل، والله استغفر الله العلي العظيم كيقولها لي بحال هكا الخوت جوج المرات هو كيقولها لي. بقاو الدراري معافرين معاه الخوت شي دقيقه وشي 30 ثانيه الخوت، انا كنغيب اقسم بالله العلي العظيم ما نكذب عليكم، كنغيب الخوت وكنعاود نفيق راسي كنقول لا امين ما طيحش، وكنعاود نفيق وكنعاود نغيب عاوتاني وكنعاود نفيق. تا الدراري حيدوا ليه يديه وهو يطلق مني الخوت. بديت الخوت يلاه كنستنشق الهواء اللي مشى مني، كندير ديك بحال هكايا وسخفت ما نكذبش عليكم. مشيت كنقلب على الشكاره ديالي الخوت باش نعيط للبوليس والامبيلونس، ما لقيتهاش. تخيلوا معايا يعني شي واحد خبى عليا الشكاره ديالي. مشيت الخوت لواحد المحل وهو يقول لي بحال هكا سير اللي في جهدك ديرو. تخيلوا معايا الخوت بنادم قاجك حتى كان غيقتلك وكيقول لك سير اللي في جهدك ديرو. مشيت كنجري اخوت المحل حدا التيران تمايا ونقول لهم عافاكم عيطوا لي البوليس راه كنحس براسي غادي نموت. خونا بان لي قاطع الشانطي وغادي سالت ركب في طونوبيلته ومشى. جاو البوليس الخوت عاودت لهم شنو وقع، قالوا لي دير راب الرابور ديال البوليس باش نمشيو نجيبوه دابا. بداو الدراري كيطلبوا فيا وكيقولوا لي سير فكر مزيان اخويا امين ما تسرعش راه غادي تصيفطوا للحبس. المهم انا دخلني الشك الخوت، بقيت كنفكر قلت للبوليس واش تخليوني تنمشي للدار ونفكر عاد ديك الساعه عندي الرابور ديال البوليس. قالوا لي ماشي مشكله خذ وقتك، وقت ما بغيتي ديكلاري ديكلاري، هذا هو القانون الخوت في امريكا. جيت للدار الخوت سخفان جلست حدا الباب، جاو عندي الدار مخلوعين، عاودت ليهم شنو وقع ليا. دخلوني للدار جابوا لي الماء باش نشرب، والو الخوت والله ما بغى يدوز ليا الماء، كنحس بالزيزوارات كيقطعوا فيا من هنا. بدا عنقي الخوت كيعطيني الصداع بزاف ومبقيتش قادر كنتنفس. قالوا لي الدار راه عنقك بدا كيتنفخ، خاصك ضروره تمشي للسبيطار دابا. تخيلوا معايا الخوت وصلت ل 11 ديال الليل وخونا ما سول فيا، ما صيفط ميساج، ما عيط للدراري قال لهم كيبقى امين واشنو طرا ليه، والو ما حاشاهاش ليا نهائيا الخوت. داكشي علاش انا بقى فيا الحال ديال بصح الخوت، واضطريت انني نمشي للبوليس باش نديكلاري به. مشيت عند البوليس الخوت ديكلاريت به، من تما مشيت ليرجونس الخوت بيتوني الليل كامل وداروا لي سكان للراسي والعنقي باش يشوفوا شنو عندي. لقاو حلقي منفوخ بزاف وقالوا لي عندك واحد 10 ايام هي القليله عاد يرجع حلقك مزيان. ولقاو عندي الخوت واحد العرق تنفخ 5 ملم،
يعني تخيلوا معايا الخوت. المهم خرجوني حتى الغد ليه مع ديك 12 بحال هكاك ما واكل ما شارب الخوت حيت كانوا مانعين عليا الماكله، وخونا مازال مسول ما عيط ما صيفط حتى شي ميساج وعايش حياته عادي بحال ما دار حتى شي حاجه. اللي زادت فقساتني الخوت انه دار مع واحد الجروب ديال الجزائر انه باغي يلعب معاهم الخوت. تخيلوا معايا لحيت الادمين ديال الجروب ديالنا ديال المغاربه سد الجروب على قبل هادشي اللي طرا دابا. يعني خونا كان باغي يقشر الروح ومازال عنده القلب باش يلعب ماتش اخر ديال الكره. تخيلوا معايا الخوت، ما نكذبش عليكم الخوت، هادشي اللي داز عليا ما عمر طرا لي في حياتي وما عمري ننساه، لحيت كنعرف من هنايا ان بنادم غدار وحق الله العلي العظيم. اقسم بالله الخوت كون كان الاجل ديالي داك النهار كنت غنموت بديك الطريقه وحق الرب العلي العظيم. المهم دابا حاليا الخوت المحضر مازال عند البوليس محلول وغادي يصيفطوا لينا الوقت ديال المحكمه، وديك الساعه ان شاء الله غنشارك معاكم شنو طرا. المهم الخوت ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم وديروا راسكم بلاصتي الخوت، ديروا راسكم بلاص نتوما اللي وقع لكم هادشي، وقولوا لي واش هادشي اللي درته الخوت واش كنتو غديروا بحالي ولا كنتو غديروا شي حاجه اخرى. المهم يلا نشوفوكم الخوت فيديو جاي ان شاء الله. عيب وحشومه تحقر من ود بلادك وفين في ميريكان، عوض ما تكونوا متحدين وداكشي كتحقروا على بعضياتكم وتمشي تضحكوا فيكم البراني. عيب وحشومه، عيب وحشومه، راه بعض المرات كتلقى فهمتي شي حوايج من ولد بلادك، من ولد بلادك كيتعامل معاك هاد المعامله هادي. ولي العلم باش نمسح المعقوفتين، كاينين ما كيسواوش، كاينين ولاد بلادك ما يسواوش وتلقى الخير في براني، والناس ديال الغربه غيكونفيرميو لي هاد الهضره هادي. شي تلقى الخير في جزائري وفي تونسي وفي شي دوله اخرى ما تلقاش الخير في ولد بلادك. ولد بلادك بعض المرات يبغي لك المضره باش يكون معكم واقع. داكشي علاش حضيو بعض المرات من ولاد بلادكم حضيو منهم لانهم كيكون فيهم التمحسيد، كتلقى واحد الغل وواحد ما عرفتش شي حاجه فهمتي صابارش با كما دابا عاود لكم السيده. لكن سمع القصه ديالو اقسم بالله الا ما قديش خاصني نبارطاجيها لكم، خاصني نبارطاجيها معاكم باش تكون عبره للناس اخرين. تخيلوا انهم كانوا لاعبين ماتش ديال الكره مقصرين مع بعضياتهم ناض الاخر نهار، المهم هادشي كيطرا في الكوره باش تكونوا معاكم واقعي، ولكن باش تمشي ودير لي الكراطاج بديك الطريقه حشومه اصاحبي. وقال السيد وقال بوحدو في ميريكان ما تلقاه مغرب على والديه وداك الشيء وتنوض دير لي هاد الحاله هادي، وفي الاخر ما مشيتي حتى طليتي عليه ما سولتي فيه باش تعرف بنادم عنده شي حاجه كحله لداخل. حنا ما عارفينش المهم القصه الخلفيه، ولكن راه ما توصلش بالانسان لهالدرجه هادي، ما وصلش الانسان لهاد الدرجه هادي انه يتعامل بهاد الطريقه باش يكون معاكم واقعي. لا يتعامل بهاد الطريقه دونك عنده شي حاجه خبيته لداخل، مايمكنش. ولكن انا شنو اللي ضرني اكثر انا شخصيا هو انه هما بجوج في ميريكان، بجوج في ميريكان في الغربه. الغربه هي اكثر بلاصه خص المغاربه يكونوا متحدين مع بعضياتهم، المسلمين يكونوا متحدين مع بعضياتهم، العرب يكونوا متحدين مع بعضياتهم. نوض نتوما فهمتي بنادم اخر راه مراكنا كيقولوا حتى شوفوا مع بعضياتهم ما فاهمينش واش كيديروا لبعضياتهم، واش كيديروا لبعضياتهم. نتوما راه في الغربه راه ماشي في بلادكم، بلادكم مسروطه عادي كلشي كيدار مع بعضياته. في الغربه صاحبي الغربه خصك تحن في خوك المسلم، الغربه خصك تحن في داك خوك اللي حتى هو مغرب حالك بحاله، وتدافعوا على بعضياتكم. طرا شي مشكل تدافعوا على بعضياتكم وتهز بيه ويهز بيك، ماشي تعاملوا بالطريقه هذه وضحكوا فيكم بنادم. وخونا قال لك في الاخر مشى لعب ماتش مع الجزائريين بحال اللي ما كاين والو. ديك اللعبه السيد كان غادي في صفالي تعرف بنادم العقليه ديال بنادم، شو بنادم الخبط اللي عنده لداخل ولا في خاطره ولا لا اله الا الله. راه هادشي راه عيب، باش نقول لكم عيب وبزاف. وهذه رساله للناس المهاجرين كاينين في الديار الاوروبيه ولا في امريكا وداك الشيء، حنوا في بعضياتكم، حنوا في بعضياتكم. هذه رساله نقدمها لكم دابا، حنوا في بعضياتكم. راه ما كاينش غادي يحن فيكم الا ما حنشوش في بعضياتكم، وما كاينش غيعقل عليكم باش نقول لكم اللي كاين. وحيدوا منكم ديك الضغينه وداك التمحسيديت وداك المغربي ما غاديش نعقل عليه. راه كاين هادشي راه كيهرب ليا، اقسم بالله اللي كيهرب ليا بعض المرات في
في اوروبا الاخوان فرنسا وداك الشيء وبنادم يكونفيرمي. والله الا كتلقى الخير جزائري ولا في تونسي وما خير ما تلقاش في مغربي اقسم بالله. الا واحد السيد انا بعدا كنعرفو والله الا خو مغربي مغربي وحالو كانوا كاريين ما بقاش ما عاد كان طرا ليه شي مشكل والله الا جرى عليه من الدار قال لي ما بقيتش كتخلص والاخر عنده باش يخلص مشى جرى عليه في الاخر مشى جزائري هو اللي هزو جزائري اللي دخلوا عنده وسكنوا معاه اقسم بالله الا القصه هذه حقيقيه. الى جزائري هو اللي سكنوا معاه قال لي اجي كذا دير ريح كذا اقسم بالله لا اله الا وما لقاش خير في مغربي في حاله باش تعرفوا فهمتي العقليه يا اخو العقليه العقليه كي دايره عندنا عاود منحنوا بعضياتنا كتشوف كيفاش كنتعاملوا مع بعضياتنا. المهم هادشي اللي كاين نتمنى القصه تكون عجبتكم نتمنى تاخذوا منها عبره اللي هي حنوا في بعضياتكم حنوا في بعضياتكم وكونوا مسالمين مع بعضياتكم ان شاء الله.